جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. طبعا اختيار العنوان قصدت منها أشياء كثيرة. أولا، في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر الفاضل الذي فضل على الشهور، اجتمعت فيه عدة عبادات وتحققت فيه جميع أركان الإسلام بما فيها الركن الرابع اللي هو ركن الصيام. لو نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم والموجه والمربي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم الناس ويضرب لهم الأمثال ويشبه لهم الأشياء ليقربها إلى الأذهان، فالناس لابد لهم من بيوت يسكنونها وأكنان يستكنون فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام. وكلمة البناء يعني لابد من أعمدة يقوم عليها البناء وسقف. فيضرب يعني يشبه الإسلام كأنه بناء، وأن هذا البناء لكي يرتفع سقفه عاليا ويصبح صالحا للسكن لابد من وجود أعمدة، وهذه الأعمدة لابد أن تكون متساوية. لذلك يعني في أشياء، في يعني نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا نظرنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الكلام المعجز، ذلك تلك الألفاظ التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي جوامع الكلم، تجده يقول الكلمة، هذه الكلمة لو يقفون عندها الشراح لوقفوا طويلا يتأملون ويستخرجون من كنوزها الشيء الكثير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني، إشارة إلى أن هذا البنيان حتى يعني يشبه للناس أنك إذا أردت أن تبني دارا فلا تترك واحدا من الأعمدة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كما ورد في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الأركان، قال: هذا الإسلام وهذا بنيان الإسلام، من أراد أن يدخل في الإسلام فعليه أن يبني هذا البنيان مكتملا. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندخل في السلم كافة، وأمرنا عز وجل أن لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، إنما نؤمن بالكتاب كله وندخل في السلم كافة ونأخذ الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نقف وقفات سريعة مع شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذه الشهادة استخرج منها العلماء ركني العبادة. ما من عبادة تريد أن تقوم أو أن تقيمها حتى يتحقق فيها ركني العبادة. الركن الأول الإخلاص. الإخلاص
والركن الثاني المتابعة. الركن الأول كل عمل لغير وجه الله عز وجل، سواء دخل فيه الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، غير مقبول عند الله عز وجل. الله عز وجل لا يقبل الشرك، الله غني عن الشركاء. يقول يعني الله، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل لا يقبل من أحد عمل إلا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لو نصلي الآن الصلاة العصر أربع ويجي واحد يقول: أنا بزود ركعة، نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع ركعات. فهذه الأربع الركعات التي صليناها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل ما صليت صلوا، لا تزيدون ولا تنقصون. الزيادة بدعة والنقصان تقصير. فعندنا الآن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة في أعيننا بسيطة وهي عظيمة ومربوطة بنصر الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير. إيش؟ ما عجلوا الفطور وأخر السحور. طبعا سنن بسيطة، لكن مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل انها هنا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن نستن بسنته، أن نقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله عمل إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. هذه وقفة مع شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الوقفة الثانية وهي يعني أهم محور لدي من أركان الإسلام في هذا الحديث، اللي هي إقام الصلاة. وإقام الصلاة لنا معها وقفات. ابن القيم ذكر أن الشيطان له مداخل على الناس، حاول أن يدخل على الناس بالشرك، الكفر، ثم الشرك، يشركون مع الله غيره، ثم المعصية، البدعة، ثم المعصية، ثم ترك الطاعة، ارتكاب المعصية، ثم ارتكاب الطاعة، ثم ارتكاب الطاعة المفضولة. أن الإنسان ينصرف إلى الطاعة المفضولة ويترك الطاعة الفاضلة. مثل الآن إذا قيمت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا المكتوبة. فتجد بعضهم يعني يطول في السنة ويترك صلاة الجماعة، هذا عمل فاضل وعمل مفضول. كذلك من الأعمال المفضولة أن الإنسان يعني تجده يعني يبحث عن يعني في وجود الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. أحب شيء عند الله أنك تتقرب إليه بالفريضة، الصلوات الخمس، صيام شهر رمضان، الزكاة الواجبة، القدر في المال، الحج مرة واحدة، هذه كلها واجبات فرائض. ثم بعد ذلك تأتي السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عندنا في الصلاة لابد الإنسان أنه يحافظ على الفرائض، ومن ثم يزيد في السنن حتى يحبها الله عز وجل، لأن الازدياد من السنن سبب محبة الله عز وجل. لكن أحب شيء عند الله، أحب شيء عند الله أنك تحافظ على الفرائض. وهذه فيها إشارة إلى أن كثير، نسأل الله العافية، حتى النساء في البيوت ينشغلون عن صلاة الظهر بسبب النوم، أو عن العصر بسبب العمل، ثم يغفلون عن الصلاة. والصلاة من أركان الإسلام، من أركان الإسلام العظيمة. تجده يقول: أنا صائم، وتجده يعني في الجانب الآخر يحافظ على التراويح. تراويح لا يعني لا بأس أن التراويح أنها شيء مهم، لكن هناك شيء أهم. التراويح نافلة سنة، والفريضة فريضة. أحب إلي مما افترضت عليه، حافظ على الفريضة. ثم بعد ذلك يبتدي الإنسان يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحب الله عز وجل. أحب شيء عند الله الفريضة،
ولا يزال العبد يتقرب حتى يحبها الله عز وجل. أنت الآن بين محبة الله عز وجل من الفريضة إلى الإكثار من النوافل. بعد ذلك يعني ننتقل إلى مسألة أن الناس يعني حتى ربما بعض النساء في البيوت ينامون أو الذرية ويتركهم وليهم الظهر والعصر، وهذا يعني ترك الصيام ترك الصلاة جرم مثل ترك الصلاة، ترك الصلاة جرم مثل ترك الصيام. الإنسان مثل ما وجدنا أحد صائم لكن هو الآن صائم وتارك للصلاة، هنا مشكلة كبيرة يجب أن ينبه عليها الناس، لأن الصلاة بالنسبة للرجال يصلون في المساجد لكن النساء يصلون في بيوتهم الصلاة على وقتها، ما تصلى الظهر مع العصر. ننتقل بعد ذلك إلى الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلوات الله وسلام، أبو بكر منعه بعض قبائل العرب منعوه الزكاة، فقالوا نقول لا إله إلا الله وأنتم تقولون لا إله إلا الله، نصلي وأنتم تصلون، تأخذون منا الزكاة؟ يعني نظروا في منظارهم أنها غريبة أنها غرامة، لكن النبي صلى الله أبو بكر رضي الله عنه على فهمه وعلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو منعوني عقال بعير، لأن ذاك الحين أكثر شيء كانوا يأخذون من قبائل العرب الإبل أو الغنم الزكاة، فقال مو بالبعير، لو منعوني العقال اللي يربط به يد البعير لقاتلتهم عليه. أبو بكر رضي الله عنه يعني اجتهد وفهم أنه لا بد، وقال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فربما الإنسان يصلي ولكن لا يزكي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في هذا الشهر الفضيل، وكثير من الناس الصالحين أمثالكم نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم صالحين يزكون في هذه الأيام المباركات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، كان جواد ولكنه كان يزداد جودة في رمضان. ولا ما الفائدة من مجيء رمضان إذا لم يزداد الإنسان من الخير في مواسم الخير؟ وكذلك عندنا النافلة أن الإنسان يزداد على الجزء الواجب في ماله اللي ما فيه كلام، جزء واجب كذلك يتنفل بالإنفاق وبالإعطاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. عندنا الصيام، المحافظة على الصيام وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن حافظ على بناء الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يحافظ على شرائع الدين، يحافظ عليها محافظة ويعلم أنها بنيان واحد بنيان مرصوص. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ويغفر لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع إخوان المسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويهزم الشرك والمشركين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.